أعمال بولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي. بولس وتيموثاوس عبد المسيح يسوع، إلى جميع القديسين الذين في المسيح يسوع الساكنين في فيلبي مع الأساقفة والشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. أشكر إلهي على ذكركم الذي أصنعه عن جميعكم في كل حين في كل أدعية لكم جميعا بفرح، وأقدم الطلبة عن مشاركتكم إياي في البشارة منذ اليوم الأول إلى الآن، وقلبي واثق بهذا أن الذي قد بدأ فيكم هو يكمل عملا صالحا إلى يوم يسوع المسيح، كما أن هذا هو أمر حق علي أن أفتكر فيه عنكم جميعا، لأنكم موضوعون في قلبي وفي قيودي وفي احتجاجي وفي صدق البشارة، إذ أنتم جميعا شركائي في النعمة، لأن الله شاهد لي كيف أحبكم جميعا بمراحم يسوع المسيح. وهذا الذي من أجله أصلي، لكي تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تمتحنوا ما هو الأنفع، لكي تكونوا أطهارا وتكونوا بغير عثرة في يوم المسيح، ممتلئين في ثمر البر الذي بيسوع المسيح مجدا وكرامة لله، نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا، آمين.